المؤسسات سماحة السيد فضل الله بأوروبا وإمام مسجد التوحيد في أوسلو الشيخ محمود جلول. صباح الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم الله والأستاذ الكريم. يحفظكم، تحياتنا لكم والله يعظم أجوركم ويبارك فيكم إن شاء الله بهذه الأيام. يعني حطنا شوي صغيرة نحن على انطلاقة الموسم العاشورائي، كيف أجواء التحضيرات عندكم عم تكون وبرامج أنشطة الإحياء بالتزامن مع الإجراءات الصحية المطلوبة خلالها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موسم عاشوراء بالنسبة لنا كمسلمين عموما ولأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام خصوصا هو الموسم الأكثر غنى من الناحية الثقافية والتربوية، وحتى على مستوى التجمعات هو الموسم اللي يجمع أكبر عدد من الناس من ناحية حتى الحضور في المجالس الأضخم. نعم، بطبيعة الحال. بأثناء السنتين الماضيتين، يعني بأثناء جائحة كورونا، تم تعطيل الكثير من المجالس، او كانت يعني اقتصر على موضوع البث عبر وسائل التواصل او عبر الانترنت او الاكتفاء بالمشاهده بالتلفزيون. اليوم الحمد لله النرويج هي من الدول المتقدمه جدا في عمليه مكافحه هذه الجائحه، وتم بحمد الله يعني قبل مده قصيره يعني اعاده السماح لنا بحضور الجمهور في المسجد مع مراعاه بعض الشروط الصحيه، مثل تعقيم اليدين، مثل التباعد لمتر واحد بين شخص والآخر. لذلك نحن القاعات رتبناها بوضع الكراسي فيها بتباعد بحسب ما يتوافق مع الشروط المطلوبة من الجهات المعنية في هذا المجال. أما برامجنا لهذا العام، عندنا أربعة برامج الحمد لله السنة في مسجد التوحيد في أوسلو. عندنا برنامج للنساء باللغة العربية، ثم عندنا مجلس باللغة النرويجية للشباب، وهذا كنا نداوم عليه في كل سنة، وهذا يحضره طبعا الشباب من كافة الجنسيات. طبعا كثير منهم يعني فقد اللغة الأم، وحتى بعض النرويجيين الذين يعني دخلوا في الإسلام أيضا يحضرون في هذه المجالس باللغة النرويجية تماما المحاضرات. وعندنا مجلس مركزي باللغة العربية أيضا، ومجلس باللغة الأردو للأخوة الناطقين باللغة الأردو من الجالية الباكستانية عموما. وعندنا طبعا بعض الأنشطة الخفيفة للأطفال، بحيث نريد أن نعرفهم على عاشوراء بشكل مبدئي يتناسب مع عمرهم ومع سنهم. ونحن هنا في مسجد التوحيد غالبا في احياء عاشوراء نركز دائما كما كان يعني يوصينا سماحه السيد المرجع رضوان الله عليه، ان تكون عاشوراء ممتلئه بالفكر الواعي، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن التشويه الذي قد يعني طرا مع الاسف على السيره الحسينيه بشكل او باخر، بحيث نعمل على محاولة تنقية هذه السيرة وتقديمها بشكل عقلاني، بشكل واعي، بشكل حضاري، وأيضا نحاول أن نبرز الصورة العالمية والصورة الإنسانية للإمام الحسين، لا أن نحبسه في قمقم الشيعة والتشيع، بل الإنسان كله يمكن له أن يستفيد من الإمام الحسين ومن حركته. أنا الآن في هذه السنة ونبدأ الليلة إن شاء الله المجالس، عندي سلسلة يعني اخترت سلسلة محاضرات أن تكون بعنوان الحسين عليه السلام مسيرة إصلاح. سوف أعرض إلى مجموعة من الأبحاث الإصلاحية، من إصلاح النفس إلى إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح العقيدة، إصلاح السمع والبصر، إصلاح التربية مثلا، إصلاح الشباب. هذه العناوين من وحي ما يمكن لنا أن نقدمه، يعني من وحي ما يعيشه الناس من ابتلاءات ومن مشاكل اجتماعية وغير ذلك. فعاشوراء بالنسبة إلينا خصوصا في دول الغرب موسم ثقافي لا يرقى إليه أي موسم آخر، ونحن نلاحظ بأن هناك بحمد الله تعالى في السنوات الأخيرة اندفاعا وإقبالا كبيرا جدا من الشباب خصوصا على هذه المجالس، ولأنهم وجدوا في الحسين عليه السلام ضالتهم الذي يركز فيهم الكثير من المفاهيم الإنسانية، من المفاهيم الأخلاقية، من المفاهيم. عاشوراء هي مدرسة متكاملة يمكن أن يتكلم الإنسان في أي موضوع شاء في مجالس محرم. أما مثلا في شهر رمضان يكون أكثر يعني محدد، المواضيع محددة والعناوين. أما في عاشوراء فيمكن للخطيب أن يتكلم عن أي موضوع شاء، ويمكن له في نهاية المطاف أن يربطه في واقعة عاشوراء وفي واقعة كربلاء. نعم، يعني أن يستعيد تلك الواقعة والملحمة التاريخية الخالدة ويسقط الكثير من مفاهيمها على الواقع والعكس. يعني أتلمس في حديثك شيخ محمود الكثير من الحماس لهذا الموسم، وفقكم الله وبارك بجهودكم لإتمامه على خير وبركة، وعظم الله لكم الأجر من جديد.
لان الناس يعني الناس واقعا في اثناء غيابهم عن المجالس الحسينيه شعروا بقيمه هذه المجالس، شعروا بانهم فقدوا جزءا مهما وصفحه مهمه من حياتهم، ولذلك نرى كل هذا الاندفاع وكل هذا الحماس. ربما رايتم هذا في من خلال كلامي، ولكن انا اعرف بالامس رايت الاخوه كيف يحضرون قاعات المسجد من يعني ترتيب القاعات والسواد او الاتصالات التي كانت تاتينا قبل الموسم، انه هل ستقيمون المجالس في المسجد، هل يمكن لنا الحضور ام لا، اطفالنا هل يمكن لنا ان نحضرهم، كل هذا كنا رايناه مما يؤشر ويؤكد مساله أصالة قضية الإمام الحسين عليه السلام في العقل وفي النفس. صحيح صحيح، ودائما ندعو يعني بالسلامة والعافية للجميع إن شاء الله، يعني ندعو ونتمنى عليكم أيضا توخي الحذر، ويعطيكم ألف عافية، موفقين بجهودكم إن شاء الله. كل الشكر والتحية، وبلغ سلامنا للإخوة في مسجد التوحيد وأيضا في النرويج. أهلا وسهلا بحضرتك من جديد.